بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، ينطلق شوط جديد، ينطلق شوط مميز، ينطلق شوط الجعدان الذي خصص لسن الحقاقة لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرقى من أبناء القبائل. 10 أشواط لسن الحقاقة، 5 لأصحاب السمو الشيوخ وخمسة لأبناء القبائل، ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. ما شاء الله، شوفوا الكم الهائل، شوفوا العرض حتى هذه اللحظة على مقدمة الشوط. انتقل إلى المركز الأول، اللي في المركز الأول هملول، واحد الشباب الذي لهم بصمة في هذا العالم المميز، علي بن سيف الكعبي. النقل على المركز الثاني، الجاسبي على ثاني المراكز، المشرف مانع بن محمد بن قضيب، هو في اللحظات الأخيرة أول ندل على فكرة. ما ذحنا إلا عند لوحة الـ400 متر، عند لوحة الـ400 متر. ما شاء الله تبارك الرحمن، تبارك الرحمن على هذا المال الطيب. يضيف قبل التين فزة، بقول إن عاد ناوي عيد فوزة. غالي عند بن قضيب له معزة، والله غالي عند له معزة. سلامي على هذا العرض الجميل هنا بأرضية ميدان الطي. تانينا والناموس، والسلام عليكم، سلام 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 وين ما يسكن مانع بن محمد بن قضيب بمناسبة فوز مياس بالمركز الأول. ها هو لحظة وصول مياس إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تانينا ناموس المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان برهد مكتوم. المركز الثالث للسيد عبد الله بن حميد بن كعيب. المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برهد مكتوم. المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان برهد مكتوم. تانينا والناموس، وسلام سلام عليكم كافة وين ما يسكن مانع بن محمد بن قضيب بمناسبة فوز مياس بالمركز الأول. والتوقيت الزمني 4:35، 17 الجزء الثاني. تانينا والناموس لمانع بن محمد بن قضيب.